اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. بدري يمكن احنا توقفنا عند احسن فترات حياتك في النادي الاهلي اللي انت كنت حاسس فيها انك متالق قوي وراجل ستاندنج والجمهور عارفك وبقيت لاعب ضمن صفوف لاعبي النادي الاهلي الاساسيين، كانت امتى؟ الفتره اللي مسك فيها مستر فيصل الالماني. فايس انا كنت انا بطلنا دي كانت بالنسبه لي فتره الازدهار الكروي بالنسبه لي. فرق معاك؟ فرق معايا كتير جدا 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 في كل حاجه. اولا الراجل ده كان مديني ثقه كبيره جدا في الملعب، وكان بيعتمد عليه اعتماد جزئي وكلي خلال المباراه. يعني مفيش حاجه بتتعمل الا اما تمر عن طريق بدر، لان كنا بنلعب اتنين بس في نص الملعب، ديفندر انا والكابتن علاء ميهوب، وكان بيلعب 3-5-2. كنت انت الثابت وعلاء اللي بيتحرك. ايوه تمام يا كابتن. وكان عندنا بقى الطرفين الكابتن ربيع والكابتن ابراهيم حسن، وكانت طريقه جديده بالنسبه لنا. كان اول مره تتعمل عندنا في مصر هنا 3-5-2. هو داخل طرق لعب جديده، هو اللي طور الكره المصريه. وبقى عندي بقى مساحه في نص الملعب بلعب لوحدي على الكل ده. علاء بيتقدم على طول، بيخترق وبيروح، وانت اللي مسيطر وانا اللي في نص الملعب بقى. فكانت يعني من احسن فترات حياتي في كره القدم مع مستر فيصل الالماني. انت في مسيرتك كلها اللي انت لعبتها في النادي الاهلي، امتى انت قلت كده اثناء مسيرتك ان خلاص هبطل؟ لا انا بطلت، مش انا بطلت مجبر. مجبر؟ ازاي يعني؟ انا احترفت سنه في نادي الوحده السعودي. لا انت من وانت في النادي الاهلي، امتى قلت او بعد مباراه ايه قلت ان انا خلاص انا مش هقدر ادي تاني؟ ما كانتش عندي الفرصه دي يا كابتن مصطفى، لان انا رحت احترفت بقول لك في السعوديه. يعني وانا في النادي الاهلي، فانت في عزك في النادي الاهلي. بعد استبعادي من كاس العالم احترفت سنه في نادي الوحده السعودي. كويس. فانا كنت ماشي كويس في النادي الاهلي قبل ما اروح. وبعدين لما رجعت، طب ايه اللي خلى، طب ما انت ما كانش ليك نصيب انك توصل كاس عالم. كان الاختيارات للمرحله النهائيه اللي انا كنت انا معاشرها مع الدكتور عبد الاحد لو تفتكر لما جيت لنا الوزاره. مظبوط. وحصل في مجاملات حصلت في الاختيار، ما حدش يقدر ينكر الكلام ده. كان الكلام ده قدام انا، حتى انا اتكلمت فيها مع الكابتن جوهري مع الدكتور عبد الاحد رحمه الله عليهم هما الاثنين. الله يرحمه. انت كنت اساسي في النادي الاهلي. كنت اساسي في المنتخب. وكنت اساسي في المنتخب، لعبت الماتش بتاع الجزائر، نزلت مكان الكاس. ايوه. طيب ايه اللي خلاك فكرت تطلع تحترف بره؟ هل قلت بقى يعني انا خلاص بقى زهق ولا ايه؟ من اللحظه دي يا كابتن مصطفى حسيت ان كله بيتساوى. كله؟ بيتساوى. بيتساوى. يعني اللي بيدي زي اللي ما بيديش. اه. فانا كنت في النادي الاهلي وعملت نفسي بنفسي، وعن طريق النادي الاهلي رحت منتخب مصر وكنت اساسي. وفي ناس راحت كان عندها غضاريف. ففي اللحظه دي جالي كده قرار ان انا مش هقدر ادي حاجه في مصر تاني. خلاص. خلاص. اتكلمت مع الكابتن جوهري ساعتها؟ كان مع الكابتن جوهري الله يرحمه. اتكلمت معاه؟ اتكلمت معاه. قال لك ايه الكابتن جوهري؟ قال لي انت معايا في 94. فكاس 94. انت عارف الكابتن جوهري كان تخش كده راح موديك الناحيه التانيه. طب انت رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له انت مش هتبقى موجود في 94. ولا انت هتبقى موجود في 94. ما انا مش موجود اوريدي خلاص، انا اعتزلت دولي. قلت له كده على اساس ايه؟ كان عندي يقين ان انا اتظلمت وعمر الظلم ما بين. يعني قلتها للكابتن جوهري بزعل منك يعني؟ بغضب. بغضب شديد. هو استقبلها ازاي؟ هو اتخض. هو انا كنت انت عارف يا كابتن انا ما كانش ليا علاقه بالصحافه ولا انا بلعب. انا بس عارف، انا عارف. العب وامشي. مالكش لوبي اعلامي. وفي المنتخب بلعب وامشي. ما انا بلعب يعني، انت شايفني كويس اكتب. مش محتاج حاجه من حاجة. شايفني كويس اكتب، شايفني وحش اكتب. انا عارف انا مش فارقه معاك يعني انا فين. فده جرأ الكابتن ساعتها ان انا ماليش حد هيدافع. هو فوجئ برد فعل الجماهير المصريه كلها. دي حقيقه. على مستوى مصر كلها. دي حقيقه. اما استبعدني كان في غضب شديد جدا في الشارع الكروي. ازاي بدري يمشي بعد سنتين بيلعب ولعب اخر ماتش الجزائر والماتشات الوديه واخر ماتش قبل الماتش الودي بتاع كولومبيا، قال لي انت معايا في كاس العالم. ما انا بقولك لما جينا مع الدكتور، لان انا بقى كنت عايش القصه دي. طبعا في الوزاره. وبتكلم مع الدكتور عبد الاحد بيقول لي احنا عاوزين نعوضه. قلت له مفيش حاجه هتعوضه، مستحيل. ده وصول كاس عالم، ده في تاريخه، انما هتعوضه هتعمل ايه هيعمل ايه بالتعويض؟ ولا حاجه تفرق معاه. انت قلت بقى خلاص خدت قرارك. رحت نادي الوحده السعودي. جالي احتراف. مشيت من النادي الاهلي ازاي؟ جالي احتراف، جالي عقد من نادي الوحده السعودي. اتكلمت مع مين في النادي الاهلي؟ ك
كان موجود الله يرحمه الكابتن صالح، وكان موجود برضو كابتن انور. كابتن انور. فقلت له يا كابتن انور، ما كانش بيطلعوا حد بقى ساعتها. اه. قلت له يا كابتن انا اوريدي مش هلعب كره تاني. يعني انا في مصر ما بقاش عندي. خلاص بقى. يعني خلاص بقى في ستوب ان انا اقدر مش هقدر ادي النادي الاهلي حتى. اه. خلاص انا راجع محطم نفسيا. اه. فمش هقدر العب.